اليوم عندي لقاء مع فنانة أنا أحبها. أنا مرات قاعد أحاول أسوي لقاءات خارج إطار الاستديو، كنوع من إنه نروح حق النجم في مكانه، ندردش، نقول وجهات نظر، نختلف، نتفق في أشياء كذي، يكون على يعني مو أكثر من 20 دقيقة أو 25 دقيقة. أنا هالمرة رحت حق الفنانة الجميلة سماح، ومفروض هي بعد سماح بعد فترة إنها تكون ضيفتي في كشف حساب. أنا أحب شخصية سماح، ودودة لطيفة، رغم الآلام تبتسم، رغم التعب دايما تلاقونها متفائلة، فنانة تشتغل على مضمونين، الكيف والكم مع بعض، وهذا مو الكل يقدر يشتغل على هذا المبدأ، الكيف والكم. في ناس يا تشتغل مع الكيف أو مع الكم، هي تمتلك هذه العصا السحرية بتوازنها الداخلي. فنانة لما تدش تنافس مع أحد تكسب 1000000%. أي عمل أو أي مهرجان عربي أو خليجي أو محلي، وإن كانت إن سماح سورية لكن هي بنت الكويت، هي ولادة الكويت، هي بنت الكويت، هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، تسكن في الكويت، لما تشتغل، لما تقدم عمل، تقدمه باقتدار. معنى ترى مو كبيرة بالعمر، ترى سماح، سماح أعتقد أنا وياها نفس العمر، أو فينا أحد فينا أكبر من الثاني بسنة أو أصغر من الثاني بسنة، ما أعرف. أنا أعرف مواليد إن أنا 20/4/77، ما أدري هي يا 76 أو 77، ما أتذكر. يعني عموما يعني 41 سنة تقريبا. سويت معاها لقاء، على الرغم من قصرة إلا أنه مؤثر، وما راح أشرح لكم شنو في المؤثر. نشوف لقاء سماح ونرجع في كشف حساب.